السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال كثير من الناس يسأله، وهو ما هو التبييض الأسنان؟ فتقابلنا اليوم مع الدكتورة شهرزاد عبد الهادي، أخصائية الأسنان والتجميل في مركز كريستال الخبر. حياك الله دكتورة. حياك الله، يعطيك العافية. فودنا تتكلمين عن هذه الميزة أو نوع من علاجات الأسنان اللي قضية التبييض. يعني هو عبارة عن مادة جل معين نستخدمه نطبقوه على الأسنان ونخليه الليزر شغال تقريبا على حسب يعني التحمل، ممكن نص ساعة ل45 دقيقة، ونشوفه آخر الكورس نتيجة التبييض. يفرق التبييض من على حسب يعني الحالة، على حسب الحالة، على حسب الأسنان، على حسب التصبغات، عمق التصبغات اللي فيها، على حسب عمر الأسنان. يعني مش كيف ما يكون واحد صغير عمره صغير كيف ما يكون كبير، يفرق من شخص. هو يعني إجمالي 45 دقيقة إلى ساعة، ناخذوها على كورسات 15 دقيقة 15 15. يعني كل عبارة عن كورس عبارة عن 15 دقيقة، حتى بعدين تبين المظاهر مباشرة، النتيجة مباشرة على آخر الكورس تبين النتيجة واضحة معنا. الله يعطيك العافية. شكرا للدكتورة شهرزاد. بتجربين فيني؟ أكيد. يلا شكرا لك. شكرا.